السلام عليكم مشاهدينا الأعزاء في حلقة جديدة من اتجاهات الصحافة ونقرأ في عناوينها: تواصل إدانات لنبش قوات حفتر للقبور، مآل الصراع على النفط والتداعيات المحتملة، الدور الروسي في ليبيا ومستقبل العلاقات مع موسكو. للحديث أكثر عن كل هذه الموضوعات ينضم إلينا عبر سكايب من لندن الكاتب الصحفي عبدالله الكبير. سيد الكبير، ورحب بك معي. مرحبا أخت غالية، تحية طيبة لك وللفريق المصاحب لك ولكل أستاذ المشاهدين والمستمعين. تواصلت الإدانات من الفاعلين على الساحة السياسية لنبش قوات حفتر للقبور، ودعت تلك الأطراف إلى ضبط النفس وتغليب مصلحة الوطن العليا، مطالبين بالوقف الفوري لإطلاق النار في أرجاء البلاد. وفي سياق متصل، تعالت أصوات النخبة المثقفة المنادية بتغليب صوت العقل، الداعية إلى وقف الحرب الأهلية والعودة إلى حوار عميق يشارك فيه الجميع ولا تكون نتائجه مثل الاتفاق السياسي الموقع بالصخرات على حد تعبيرهم. موقع الجزيرة نات أورد مقالاً عن حادثة نبش القبور، جاء فيه: تواصلت الإدانات الليبية لقيام قوات حفتر بنبش قبور مقاتلي مجلس شورى ثوار بنغازي وإخراج الجثث والتمثيل بها، بينما قالت الأمم المتحدة إنها تنتظر معلومات أكثر حسماً. وأعلنت سرايا الدفاع عن بنغازي أن المنظمات الإنسانية والهيئات الحقوقية المحلية والدولية خذلت العائلات التي كانت محاصرة في جنفودا غرب بنغازي حتى لقي بعض أفرادها مصرعهم على أيدي مسلحي حفتر خلال اليومين الماضيين. واستنكرت السرايا في بيان تلقت الجزيرة نسخة منه ما وصفته بصمت العقلاء من مشايخ القبائل، كما دانت جماعة الإخوان المسلمين الليبية قيام قوات حفتر على مرأى ومسمع من العالم بنبش قبور قادة ومقاتلين بمجلس شورى ثوار بنغازي والتمثيل بجثثهم في منطقة جنفودا غربية بنغازي. ودعت الجماعة أطراف الأزمة الليبية إلى ضبط النفس وتغليب مصلحة الوطن العليا، وطالبت بالوقف الفوري لإطلاق النار في أرجاء ليبيا، وأكدت أن الخروج من هذه المرحلة الحرجة لن يكون إلا بتغليب لغة الحوار والمصالحة الوطنية دون إقصاء لأي طرف أو مكون. أورد الكاتب الصحفي إسماعيل راشد مقالاً قال فيه: إنه لا حل في ليبيا إلا وقف الحرب الأهلية والذهاب إلى الحوار بين كل الليبيين، حوار لا تكون نتائجه مثل الاتفاق السياسي. لن تتوقف هذه الجرائم المخلة بإنسانيتنا والتي نقابلها في ظل التحريض والتحريض المضاد، فالحرب الأهلية تصنع نموذجاً وحشياً للعيش، الكل يسعى فيه لإبادة المخالف، الإقصاء والتهميش ونفي الآخر وادعاء الحق المطلق، الاعتراف بالخطأ كان المحرك ولا يزال للاحتراب في ليبيا. اليوم نحن في ليبيا نتقاتل بسبب إصرارنا على الانقسام ورفضنا للاختلاف وعدم قبولنا العيش وفق قواعد عادلة تتفكك فيها المركزية وتتوزع الموارد بعدالة وتطلق التنمية ويعترف فيها بالحقوق الثقافية، طبعا مع استغلال رخيص للأطراف الخارجية لهذا الانقسام المحلي. فتأسس في ليبيا أمراء وتجار حرب وصراع تحولوا وكلاء لرعاة الحرب في ليبيا، فأصبح المال والسلاح يتدفق لكل الأطراف بلا خجل، وأضحت ليبيا ميدانا لتصفية الحسابات بين القوى الإقليمية والدولية. وأضاف إسماعيل راشد: نحن اليوم أمام مفترق طرق، إما أن نختار السلام والوئام من خلال حوار عميق يشارك فيه الجميع، من هو في الداخل ومن هم في الخارج، المهاجرون والنازحون، السجناء المنتصرون والمنهزمون، فبراير وسبتمبر، حوار عميق لا يستثني أو يقصي أو يهمش أو يشترط. كيف تبعت سيد الكبير صدى الانتقادات في الصحافة الموجهة تحديدا إلى قوات عملية الكرامة لما فعلته عناصر فيها من عمليات نبش للقبور وتنكيل للجثث؟ في الحقيقة هذه الصور والمشاهد المرعبة كانت صادمة جدا للرأي العام الليبي والعربي والعالمي. وسائل الإعلام المؤيدة للكرامة والمؤيدة لحفتر بشكل عام وجدت نفسها محرجة وحاولت أن تغطي على هذه الجريمة بتبرير أنها ممارسات فردية وأن القيادة استنكرتها.
لكن في الحقيقة كشفت للعالم أن هذه القوات هي قوات غير منضبطة، وممارساتها لا تختلف عن ممارسات داعش والتنظيمات الأخرى والميليشيات الأخرى في ليبيا، بل إنها تجاوزت كل التشكيلات المسلحة في ليبيا وأخذت مكانها بجدارة، وأصبحت طليعة الانحطاط في ليبيا بهذه الممارسات التي ارتكبتها ضد خصومها. نعم. إضافة إلى الإدانات المحلية التي وجهت إلى قوات عملية الكرامة لفعلها مثل هذه الانتهاكات، لكن يبقى موقف الأمم المتحدة غير واضح بعد تصريحها بأنها تنتظر معلومات أكثر حسماً. ما دللت هذا الموقف وكيف قرأته؟ بالطبع يعني كمنظمة دولية لابد من توثيق هذه الجرائم من خلال وسائل المنظمة الخاصة، لا يمكن أن تعتمد فقط على وسائل التواصل الاجتماعي لأن هذا هو المصدر الوحيد حتى الآن، لكن الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها تستطيع أن تتأكد وأن تحصل على أدلة قاطعة، وهي لديها أدلة. يعني أنا أتذكر تقرير لهيومن رايتس ووتش وليمنسيتي ولمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة منذ عامين، من عام 2015 تقرير يدين عملية الكرامة ويؤكد أنها ارتكبت جرائم ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، هي ليست المرة الأولى، وأنذاك لم تكن هناك فيديوهات ولم تكن هناك لم يكن هناك تصوير ومشاهد. الحرب الأخيرة في موانئ النفط هناك أدلة قاطعة لدى الأمم المتحدة أن قوات حفتر ارتكبت جرائم واعتقلت وعذبت، وبالتالي الأمم المتحدة لديها تقرير شامل، وبالنسبة لهذه الجرائم الأخيرة تحتاج إلى أدلة إضافية حتى تصدر تقريرها بشكل قاطع. لكن هل الأساسة والدول الكبرى تأخذ بهذه التقارير وتفعلها لمصلحة الشعب الليبي ولمصلحة الوفاق وإنهاء الحرب، أم ستغض الطرف عنها وتسمح باستمرار الصراع؟ نعم، تناولنا هنا المتابعات المحلية وأيضا الأمم المتحدة، نبقى هنا عند كيف تناول الإعلام الغربي الانتهاكات التي جرت للعائلات التي كانت محاصرة في جنفودة غرب بنغازي، لاسيما هنا وأن النداءات سبق وأن وجهت إلى المنظمات الإنسانية للتدخل في رفع الحصار عن منطقة جنفودة قبل طبعا السيطرة عليها من قبل قوات الكرامة. طبعا كانت هناك نداءات عديدة من المنظمات الدولية والمنظمات الحقوقية المحلية ومن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة السيد مارتن كوبلر، لكنها كانت نداءات خجولة لم ترقى إلى مستوى ما حصل. الجانب الآخر رفض أن يكون هناك مدنيون واقعون تحت الحصار، وقالوا أنه فتحوا ممرا آمنا، لكن عدم مغادرة العائلات يعني أن هذا الممر الآمن لم يكن آمنا بحق، وأن ربما بعض الذين خرجوا تم تصفيتهم وقتلهم بعيدا عن أعين الكاميرات، وبالتالي أحجم الآخرون عن المغادرة. الآن تتكشف الحقائق شيئا فشيئا. الآن طبعا خلال هذه الأيام والأيام القليلة المقبلة ستظهر تقارير أخرى حول هذه الانتهاكات. أتوقع أن الأمم المتحدة والدول التي كانت تدعم حفتر وتجد نفسها في موقف محرج ستضطر إلى اتخاذ مواقف أكثر اعتدالا وأكثر انسجاما مع القيم التي تنادي بها، لأن عليها ضغوطات من أحزاب المعارضة ومن المنظمات الحقوقية. الشيء المهم الذي أؤكد عليه الآن هو انتهاء أسطورة الجيش في ليبيا. الآن لم يعد أحد يصدق أن هناك جيش حقيقي في ليبيا، إنما كلها ميليشيات وعصابات بأسماء مختلفة. نعم. من هذا المنطلق أصوات من النخبة المثقفة تدعو إلى التعقل وإلى التهدئة، مثل الكاتب هنا الصحفي إسماعيل راشد قال إنه لا حل في ليبيا إلا وقف الحرب الأهلية والذهاب إلى الحوار بين كل الليبيين. ما فرص سيد عبد الله الحديث عن حوار شامل يضم كافة اللاعبين المحليين بجميع فصائلهم بجميع انتماءاتهم؟ حتى تحدث هنا عن الذين يعني محسوبين على سبتمبر ومحسوبين على فبراير. في الواقع الدعوات للحوار وإلى إنهاء النزاع وإنهاء القتال ليست جديدة، يعني أطراف عديدة في ليبيا حكمت عقلها
قرأت التاريخ جيدا ورأت أن هذه الحرب المجنونة لن تنتهي وقد تستمر حتى عدة عقود، ولن تنتهي إلا عندما تتدخل الإرادة الدولية التي تريد إنهاءها. هذه الأصوات لم تصمت في الحقيقة، لكن للأسف الصوت الأعلى والأكثر وضوح والمساند من قبل وسائل الإعلام هو الصوت الذي يدعو إلى الحرب ويدعو إلى القتال ولا يريد أن يجنح إلى السلام. لكن الآن علينا التفكير بجد، ليس هناك خيار آخر، إما استمرار الحرب ولا ندري متى ستنتهي هذه الحرب، أو نخضع فعلا كلنا للحوار، أو نبحث عن طريق ثالث وليذهب كل إلى حال سبيله، من يريد حفتر ويريد الكرامة ويريد الجيش ويريد الطمأنينة التي رأيناها في المشاهد الأخيرة يذهب إلى برقة، ومن يريد الميليشيات والفوضى يبقى في غرب ليبيا، وننهي هذا النزاع بدون تقاتل وبدون استمرار. من محركات الحرب في ليبيا وفقا لما كتبه الصحفي إسماعيل راشد هي ثقافة الإقصاء، أيضا التهميش ونفي الآخر، وإدعاء الحق المطلق وعدم الاعتراف بالأخطاء. ما رأيك؟ صحيح، لا أحد يريد أن يعترف بأخطائه. الإقصاء موجود، يعني لنبدأ مثلا بخليفة حفتر يقول في لقاءاته مع الدبلوماسيين الغربيين ومع الصحافة الغربية عن التيار الإسلامي في ليبيا، يضعهم جميعا في سلة واحدة ويقول أن أمامهم ثلاث خيارات، إما تحت الأرض وإما خارج البلاد وإما في السجن. إذن هذا إقصاء واضح، هذا تهديد وجودي لطائفة كبيرة من الليبيين على اختلاف انتمائهم الإسلامي. أيضا أطراف أخرى ترفض أي حوار مع عملية الكرامة، وتزيد هذه المشاهد التي رأيناها من حجة هذا الطرف، وبالتالي الإقصاء موجود، رفض الآخر موجود، ثقافة التعايش مفقودة تماما في ليبيا، ليست هناك أسس حقيقية يمكن أن نبني عليها حوار حقيقي ينهي هذا الصراع، وهذا ما يجعلنا نقلل من أو نفقد الأمل تقريبا في استمرار الحوار في ليبيا. نعم، للصراع أوجه كثيرة، ولكن نبقى في الهلال النفطي بحسب ما تراه الصحافة. يقدر متابعون للشأن الليبي أن المعركة ما تزال مستمرة من أجل السيطرة على المنشآت النفطية، بل ولا تزال المعركة من أجل هذا المجال الذي يحتوي على 70% من احتياطي الذهب الأسود في البلاد، ما تزال أبعد ما تكون عن النهاية، وهو ما يطرح تساؤلات عن مستقبل إنتاج النفط الدخل الرئيسي للبلاد. أورد موقع هافينغتون بوست مقالا جاء فيه: لا تزال المعركة مستمرة من أجل السيطرة على المنشآت النفطية الموجودة في حوض سرت في ليبيا، ولا تزال المعركة من أجل هذا المجال الذي يحتوي على 70% من احتياطي الذهب الأسود في البلاد، لا تزال أبعد ما يكون عن النهاية. فبالنسبة إلى حفتر، يمثل هذا المجال ورقة رابحة في المفاوضات المستقبلية لحل الأزمة السياسية الليبية، نظرا لأن 90% من ميزانية الدولة تأتي بالأسود أساس من العائدات النفطية، وستستغرق ليبيا وقتا للعودة إلى معدل إنتاجها العادي، لأن معظم البنية التحتية النفطية الليبية قد تضررت بشدة من جراء القتال الذي وقع في شهر ديسمبر سنة 2014، مما أجبر العديد من المنشآت على وقف عملية الإنتاج. وفقا لتقديرات موقع هافينغتون بوست، فإن الصراع على منطقة الهلال النفطي لن يتوقف قريبا. هل هذا القلق يدور أيضا حتى في الأوساط الغربية سيد الكبير؟ نعم، يدور في الأوساط الغربية، يعتقدون أن أهم نقاط أو بؤر الصراع في ليبيا هي النفط والعاصمة، هذه هي المفاصل الحكم في ليبيا، المنطقة الهلال النفطي، على اعتبار كما قال التقرير الذي المقال الصحفي الذي ورد في تقريركم، حوالي من بين 60-70% من صادرات ليبيا من النفط تخرج من هذه المنطقة. البؤرة الأخرى أو المكان الآخر المهم في ليبيا هي العاصمة، على اعتبار أنها مركز القرار ومركز الدولة ومركز المؤسسات الإدارية.
وبالتالي الصراع حول طرابلس والصراع حول الهلال النفطي إذا لم نصل إلى عقد اجتماعي وحالة توافق وسلام حقيقي بين الأطراف المتصارعة سيستمر الصراع. يعني الهلال النفطي كان تحت سيطرة جدران، قامت قوات حفتر بطرده، سيطرت قوات حفتر حوالي 6 أشهر، جاءت سرايا الدفاع عن بنغازي استرجعتها من حفتر، استرجعها حفتر مرة أخرى، استمر الكر والفر ولن يستطيع أحد أن يسيطر عليها بشكل مطلق. استطرادا لكلامك سيد الكبير، وفقا للمؤشرات الموجودة حاليا على الأرض، ما فرص عودة سرايا الدفاع عن بنغازي لشن هجوم مماثل على الهلال النفطي؟ في اعتقادي وفقا لما تحدث به قيادي هذه السرايا، يعني كأنه يقول خسرنا جولة في حرب، ما زالت هناك جولات أخرى، ربما يخططون إلى شن هجوم آخر ليس على موانئ النفط، ربما يستهدفون نقطة أخرى أو تمركز آخر لقوات خليفة حفتر أو القوات التابعة للبرلمان أو الحكومة المؤقتة. إذا لم نحل أسباب هذا الصراع بشكل جذري فالصراع سوف يستمر. السرايا تقول أن مطلبها واضح وهو عودة العائلات وعودتهم إلى ممتلكاتهم وإنهاء حالة الصراع في بنغازي. إذا لم تحل هذه المشكلة بشكل جذري إذن فالصراع سوف يستمر. نبقى في دوافع قوات حفتر من السيطرة على الهلال النفطي. موقع هافينغتون بوست فسر أن حفتر يرغب في السيطرة على هذه المنطقة لأنها ورقة رابحة في المفاوضات السياسية. هل سينجح حفتر في كسب المزيد من هذه الورقة؟ في الواقع هي ليست ورقة رابحة بشكل مطلق. عندما الدول الكبرى أصدرت بيان وأكدت فيه أنها ستمنع أي تصدير للنفط خارج مؤسسات الدولة الليبية وأنها سوف لابد أن تتأكد أن من يقوم بعملية تصدير النفط وكل الخدمات المتعلقة بالنفط هي المؤسسة الوطنية للنفط، وأن إيرادات النفط تذهب إلى مصرف ليبيا المركزي ليستفيد منها كل الشعب الليبي. أصبحت ورقة النفط يعني ورقة محدودة القيمة، لكن الآن خليفة حفتر حتى لو استمر في سيطرته على موانئ النفط وفاوض بها، الضربة التي تلقاها بالمشاهد الأخيرة أضعفته كثيرا. الآن هو في موقف صعب وحرج جدا ولن يكسب الكثير في أي مفاوضات مقبلة بعد أن اتضح أن جيشه هو صورة أخرى من داعش. نبقى في الهلال النفطي. سبق وأن صرح رئيس المؤسسة الوطنية صنع الله وفقا لما نقلته رويترز فأنه قال إن وجود مؤشرات أو بوادر من قبل قوات عملية الكرامة لتسليم المؤسسة الوطنية في طرابلس الموانئ التي تم السيطرة عليها. ما تأثير هذه الخطوة في حال حدوثها فعليا؟ تأثير هذه الخطوة تعود المؤسسة الوطنية للنفط إلى الانقسام، تعود يصبح لدينا مؤسستان، واحدة في طرابلس وهي الرئيسية أو الأولى والأخرى في بنغازي، وبحكم أن هذه المؤسسة الأخرى أو الموازية في بنغازي تصبح هي المسؤولة عن إدارة قطاع النفط، يعني خطوة أخرى نحو انقسام البلاد وليس تقسيمها. انقسام يعني بمعنى تبقى الأمور مفككة وتبقى هناك مؤسسات موازية في الشرق الليبي، لا يتم الاتفاق حول بقاء المؤسسة موحدة ومقرها في بنغازي كما هو الاتفاق بين المؤسستين بين صنعاء الله والمغربي، وبالتالي هي خطوة أخرى لإنهاك ليبيا والمضي نحو تقسيمها. نعم. ننتقل إلى مناقشة المحور الأخير. تتجه الأنظار في الآونة الأخيرة إلى تنامي دور روسيا في ليبيا وتمدد نفوذها في المنطقة، ويلخص خبراء دواعي التحركات الروسية في 3 أهداف، وهي مواصلة استعادة مكانتها كقوة عالمية ومواجهة الثورات الملونة واسترداد شبكة ما أسموه بزبائن موسكو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ذكر الصحفي رامي القليوبي في مقال بصحيفة العربية الجديدة أن الخبير في الشؤون الدولية فلاديمير فلوفروف لخص دوافع موسكو في الإرسال المحتمل لقواتها إلى ليبيا في 3 أهداف، وهي مواصلة استعادة مكانة روسيا كقوة عالمية ومواجهة الثورات الملونة واسترداد شبكة زبائن موسكو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وفي هذا السياق أوضح كاتب المقال الصادر في صحيفة ريبابليك الإلكترونية أن تحقيق الهدف الأول مرهون بعودة موسكو إلى الشرق الأوسط وفرض دورها المحوري في تسوية أكبر الأزمات، وبالطبع الحد من نفوذ الولايات المتحدة في المنطقة. أما الهدف الثاني فاعتبر فلوفروف أن السبب يعود إلى قناعة السلطات الروسية بضرورة وقف الانتفاضات الشعبية المدعومة من قبل الغرب ضد الطغاة السياديين، وكل ذلك تحت راية مكافحة الإرهاب الدولي واستعادة الدولة التي لحق بها الدمار نتيجة التدخل الخارجي. ورأى فلوفروف أن الهدف الثالث يرمي إلى تسويق الخدمات العسكرية الروسية في شكل قواعد عسكرية لمكافحة الإرهاب وعقود مربحة لتوريد الأسلحة الروسية واستثمار حقول النفط والغاز وإنشاء البنية التحتية للنقل. وأشار الخبير الروسي إلى أن نفي الروس وجود قوات روسية بالقرب من الحدود المصرية الليبية أمر طبيعي، إذ أن الحديث يجري عن قوات العمليات الخاصة التي لا يؤكد على أعمالها بشكل رسمي أحد. وفي هذا السياق اعتبر الخبير في شؤون الشرق الأوسط بالمجلس الروسي للشؤون الدولية سيرغي بالماسوف أن النفي الروسي كان رد فعل طبيعي، مشيرا إلى أن أهداف روسيا في ليبيا تختلف عنها في سوريا، وترمي إلى إعادة العقود المبرمة في عهد القذافي مثل عقد مد سكة حديدية بين سرت وبنغازي بقيمة 2,200,000 دولار. وأوضح الخبير الروسي أن تأكيد العملية العسكرية قبل بدئها يشكل خطورة، ومن الطبيعي أنه سيتم نفيها. بدءا، كيف تبعت القلق الدولي لسيما الأوروبي هنا من التمدد الروسي في ليبيا مؤخرا؟ بالتأكيد أوروبا قلقة جدا من هذا التمدد الروسي، وهي تخشى بالفعل أن توطد روسيا أقدامها في شرق ليبيا وأن تصبح لها قواعد عسكرية قريبة من جنوب أوروبا. عبر عن ذلك ساسة أوروبيون، رئيس وزراء مالطا، المفوضية العليا للاتحاد الأوروبي على لسان موغريني، بل إن وزير الدفاع البريطاني قال صراحة، قال لا نريد للدب الروسي أن يكون له وجود في ليبيا، عليه أن يرفع أصابعه عن ليبيا. وحصل تلاسم بينه وبين وزير الدفاع الروسي، لكن أوروبا ما زالت لم تتحرك بشكل جدي لمواجهة هذا الدور المتنامي لروسيا في ليبيا. وأيضا روسيا أيضا تتقدم بحذر لكي لا تستفز أمريكا لتدخل في هذه اللعبة إلى جانب أوروبا بالطبع. نعم. صحفي على العربي الجديد كما تابعت هذا المقال أورد ملخصا عن أهداف روسيا في ليبيا، ورأى بأنها تختلف عن سوريا كونها تتعلق باستعادة مكانتها وقوتها من خلال انخراطها في الملف الليبي. كيف تعلق على طرحه؟ نعم، بالتأكيد سوريا تختلف عن ليبيا بالنسبة لروسيا، وأيضا تطورات المنطقة تمر الآن بمرحلة تحول وتنتقل من مرحلة إلى مرحلة جديدة، وهذه المرحلة قد تطول، وروسيا تعنيها سوريا أكثر من ليبيا، وبالتالي التطورات في سوريا وقد تنهك الاقتصاد الروسي. الحرب ليست سهلة، والخوض في مشاكل الدول الأخرى مكلف لدولة مثل روسيا، ليست ذلك الاقتصاد الكبير أو القوي حتى وإن كانت قوة عسكرية جبارة، لكن أي تهديد جديد وهو قادم لبشار الأسد سيدفع روسيا إلى التركيز على سوريا والتخلي عن ليبيا والتراجع قليلا في ليبيا. سيد الكبير، أشكرك على كل هذه التحليلات. وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من اتجاهات الصحافة، كنت معنا عبر سكايب من لندن الكاتب الصحفي عبد الله الكبير، شكرا لك. كما أنوه مشاهدينا الأعزاء بأن إنتاج هذا البرنامج كالعادة يتم بمعاونة المرصد الليبي للإعلام، وإلى اللقاء.